ومشاهدينا الكرام لمتابعة أيضا تنظيم وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. لمزيد من هذه المتابعة معنا دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير. أهلا بك معنا دكتور، وبعد التحية كاستشاري للتدريب والتطوير وفي إطار هذا التخصص، إلى أي مدى تسهم فكرة التعامل والتواصل مع الواقع ومع الإنجازات في ترسيخ ووعي أكبر للطلبة والشباب؟ أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة المبادرة اللي عملتها وزارة الداخلية في ظل توجيهات الرئيس بإعادة بناء الوعي للمواطن المصري، ده من أعظم الأدوار المجتمعية اللي وزارة الداخلية بتقوم بيها، لأن فكرة بناء الوعي المواطن، احنا بنتكلم على عملية شاقة جدا بتاخد وقت طويل، لكن هي بتبدأ بالبذرة بس. لأن طول ما أنا مشغول بس بالحجر ومش مشغول بالبشر، يبقى عندي مشكلة طويلة بعيدة الأمد. احنا دايما بنقول الولد اللي في الفترة اللي فاتت اللي تم استهدافه من داخليا أحيانا وخارجيا كثيرا، لابد من إعادة تأهيله مرة ثانية عقليا. فبنقول المبادرة اللي اتعملت مع خصوصا الناس اللي في المناطق الحضريه اللي انتقلوا مناطق حضريه جديده فعاله جدا جدا، وبتبان من تفاعلات الاولاد. يعني انا كنت بستغرب جدا في اللقاء من الاسئله بتاعتهم والتفاعلات، لا هم ناس فعلا محتاجين دعم قوي جدا جدا للبنيه العقليه لمصر اللي جايه، مصر الجديده، ومحتاجين كمان فلتره لكل المرحله العشر سنين اللي فاتت دخلت فيها مفاهيم غريبه جدا عليهم، واصبحت تاثيرهم احتمالات تاثيرهم في المجتمع ضعيفه. فمن الكلام بتاع الاولاد طول الوقت احنا حسينا ان دول محتاجين فعلا نكون جنبهم على طول. طيب دكتور شريف، الى اي مدى يسهم هذا التدريب معرفه نقاط القوه، المعوقات، معرفه الصوره الشامله والكامله في التطوير اللاحق له وبناء الانسان المصري؟ احنا بنقول دايما ان فكره الايجابيه عموما، ازاي الولد والبنت دول بدري جدا ابتدائي واعدادي وثانوي يكونوا عندهم شخصيه ايجابيه. الايجابيه دي مهاره نتعلمها، مش نصيحه نقدمها. كل الكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان خليك ايجابي خليك ايجابي، دي مجرد نصيحه ما بتعملش اي اثر على الارض، لكن كمهاره لا، الناس تتعلم ايه اللي ممكن نغيره، ايه اللي ما نقدرش نغيره، ايه اللي ابذل فيه جهد، ايه الحاجه اللي انا انتقدها لو غلط، فكره جات لي غلط، حد قال لي معلومه غلط، اقدر اقيم الفكره والمعلومه دي ازاي وافرزها بشكل كويس واقبل السليم ولا اقبل الافكار غير السليمه. كل دي مسؤوليه صعبه المفروض كلنا نتكاتف عشان نعملها، مش بس وزاره الداخليه من خلال مبادره جيل جديد وكلنا واحد. لا، كل مكان في مصر المفروض يعمل كده، وكل وزاره المفروض تعمل كده. دايما احنا بنقول بناء الساجد قبل بناء المساجد، بناء الصانع قبل بناء المصانع، بناء الدارس في المدرسه قبل بناء المدارس، بناء البشر قبل الحجر. ما ينفعش ابقى مشغول قوي ان انا ببني عمارات وبيوت وانا العقليه ما زالت زي ما هي، ما ينفعش. طيب دكتور شريف، هي فعلا مبادره جزء من كل كبير لبناء وعي الانسان المصري. في التقرير كما تابعنا فكره المنح والجوائز التشجيعيه للطلبه المتميزين، كيف تقراها؟ المنح دي عباره عن حوافز. احنا كان شغلنا مع الاولاد بننمي الدافع وده حاجه جواهم، لكن كمان لازم ندعم بالحافز. المنح دي عباره عن حافز، الاولاد يعرفوا ان المتميز دايما هياخد حقه، ومش بس هياخد حقه مننا كبشر وكابناء وطن واحد، هياخد حقه كمان من ربنا سبحانه وتعالى. لازم الولد يعرف كدافع عنده ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الفكره دي بتكون مزروعه عند الانسان، ما بيشعرش ابدا بالضعف ولا بالوهن لو اصابه اي حاجات عكسه في طريقه، بيفهم ان كل جهد اتبذل وكل نقطه حرق نزلت على الارض لازم هياخد المقابل بتاعها. فالمنح دي عباره عن تطوير لفكره مكافئات ربنا سبحانه وتعالى في صوره الناس اللي هتكافئه، دي مهمه. فاللي لم يكافئ حتى في المنحه يعرف انه لازم يحصل على مكافئات حياتيه مع الوقت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير.